انا من رايي سكن بريدتور بالنسبه للشابتر الثاني كان من احلى السكنات المخفيه معنا بالشابتر الثاني، فان شاء الله اليوم رح اشرح لك التحديات بشكل كامل تبع بريدتور وعلمك كيف تفتح السكن وتفتح الرقصه المدمجه وتفتح الباك بلينج وكل شيء بالنسبه لتحديات السكن المخفي. فلا تنسى اللايك وتفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد، وشير هذا المقطع مع اصدقائك حتى يفتحوا السكن ويخلصوا التحديات بكل سهوله. ويلا مع بعض، فهلا والله بسكان الطاوله الارضيه وفيديو جديد. بالنسبة لتحديات بريدتور اليوم فتح معنا بالتحديث 15.21، نزل معنا كل التسريبات وحكينا الفيديو ظاهر امامكم عندي بالقناة، فوتوا شيكوا عليه وشوفوا الاسرار نزلت بهذا التحديث. بالنسبة اليوم للسكن ان شاء الله رح نشرح لكم جميع التحديات. اول شيء خلينا نكون متفقين بالنسبة لاول 3 تحديات انا شرحته لعندي بالقناة فيديو تاني كانوا نازلين يوم الاربعاء الماضي، وهلا حاليا صفيان معنا هدول التحديات او 6 تحديات كاملين رح يفتح لنا السكن والباك بلينك والبيكاكس وكل شيء الخاص بالراسة تبع هذا السكن. خلينا اليوم نفوت على التحدي رقم 4 دغري مباشرة، ولو ما بتعرف اول تحديين روح على الفيديو الماضي اللي ظاهر امامك بتلاقي طلع لك على اليمين او على الشمال بتخلص التحديات. بالنسبة للتحدي الرابع، التحدي الرابع تبع اللودينج سكرين اللي ظاهر امامك بيطلب منك انك انت تحمل احد الاسلحة، يا اما تكون ليجندري او تكون رير. السلاح الليجندري اللي هو بيكون باللون الذهبي والسلاح الرير بيكون باللون الازرق، لازم تحمل احد هدول الاسلحة لتخلص هذا التحدي. انا خلصت التحدي بدون قصد انا وعم بلعب، مشان هيك انحسب التحدي مو ظاهر على الشمال. وبالنسبة للتحدي الخاص بالسكن، لحتى تقدر تفتح السكن بشكل كامل بيطلب منك انك انت تقتل بريديتور. طبعا هذا السكن من اصعب السكنات اللي انت لازم تنزل تقتله بالماب لانه موجود بمنطقه الغابه، وحاليا عم ينزل تقريبا 50 واحد بنفس المنطقه، فصعب كتير انك انت تحصل هذا السكن لانه التحدي الناس كلها عم تساوي. فاستنى شوي اذا بدك بعد ما نساوي التحدي بيطلب منك انك تروح تقتل بريديتور وبيخلص معك هذا التحدي. رح اورجيك وين مكانه وشلون تقتله بشكل كامل وارجع لكم. بعد ما وصلنا للتحدي الخامس وفتحنا السكن، بعد من التحديات كلها بتطلب منك انك انت لازم تكون مرتدي السكن لحتى تقدر تخلص التحديات. فخليها نقطه ببالكم انه انت لازم تخلص تحدي السكن لحتى تقدر تخلص التحديات الثانيه الخاصه بالباك بلينك والخاصه بالرأس المدمجه والخاصه بالبيكاكس بشكل كامل. بعد ما فتحنا السكن بالمركز الخامس او التحدي الخامس، خلينا هلا نفوت على التحدي اللي بعده اللي هو الخاص بالباك بلينك اللي ظاهره امامك. بالنسبه لهذا التحدي بيطلب منك انك تكمل الباونتي او تقتل شخص باونتي انت ومرتدي سكن بريديتور. هذا هو التحدي بكل بساطة، يعني بتروح عند اي بوت بيعطيك باونتي او بيعمل لك اشارة على ناس مشان تروح تقتله بيعطيك مهمة، او بتلاقي عند اللوحات تبع المطلوبين بتروح بتفعل باونتي وبتروح بتقتله بالسكن تبع بريديتور حصرا. لازم يكون معك السكن لحتى تخلص هذا التحدي. رح ورجيك كيف تساوي هذا التحدي وارجع له. والتحدي اللي بعده اللي بيفتح لك الرأس المدمجة اللي ظاهرة امامك بيطلب منك انك انت تروح تزور منزل خاص ببريدتور موجود عند هانتر هافن. هذا البيت يا شباب رح اورجيكم وين بالضبط، كل عليك انك انت تكون مرتدي السكن طبعا وتروح على هذيك المنطقة تزورها، وبعد منها بينحسب لك التحدي وبيحسب لك اياه وبيعطيك الرأس المدمجة اللي ظهرت امامكم. رح اورجيكم وين مكان المنزل الخاص ببريدتور وارجع لكم. you
والتحدي الخاص بالبيكاكس، التحدي الخاص بالبيكاكس بيطلب منك انك تتخبى 30 ثانية او تكمبر، بما معناه 30 ثانية بعيدا عن الاعداء لمدة 10 متر او مسافة 10 متر لحتى ينحسب لك هذا التحدي. طبعا هذا التحدي رح اشرح لكم اياه بتفصيل اكتر مشان يكون عندكم فكرة. هلا انت بترتدي السكن او بتاخد السكن وبتنزل على جيم، مجرد ما انه يكون قريب عليك شخص لمسافة 10 متر لازم ما تضربه ابدا، كل عليك انك انت تزبن او تكمبر مثل ما بيقولوا بالهاشتاج وتضل 30 ثانية بعيد عنه 10 متر لحتى ينحسب لك هذا التحدي. لازم فقط بهذا السكن، ما بتقدر تغير عن سكن تاني. هذا هو بالنسبة للتحدي، ولو محتاج شيء اكتب لي بالتعليقات، وصرف الديسكورد موجود تحت بالديسكريبشن لو حابب تفوت وتحاكيني لو محتاج اي شيء. وبالنسبة للتحدي الاخير، التحدي الاخير بيفتح لك السكن اللي ظاهر امامك تبع الاسلحة. بالنسبة لسكن الاسلحة هاد بيطلب منك انك تدمج 100 دمج للاعداء باستخدام الحراري. شو هو الاستخدام الحراري؟ في عنا 3 اشياء بتعطيك اشياء حرارية او سكوبات حرارية. اول شغلة اللي هي القناص الخاص بالمندلوريون، وتاني شيء اللي هو السلاح الموجود بمنطقة البار بهي المنطقة بالضبط، بتروح بتشتري البستون وبتروح بتخلص هذا التحدي، لانه انت لازم يكون معك سكوب حراري او يكون عندك الرؤية حرارية لتخلص هذا التحدي. وفي عندك اخر خيار اللي ظاهر امامك اللي هي هاي السمكة، كل عليك انك انت تروح تصيد هاي السمكة، ومجرد ما تاكل هاي السمكة بتتغير عندك الرؤية لرؤية حرارية. بعد ما تغير عندك الرؤية لرؤية حرارية المفروض انك تدمج 100 دمج. عادي بتقدر تساوي التحدي بكذا جيم. بالنسبة لهذا التحدي والتحدي تبع التخفي تبع 30 ثانية بتقدر تساويهم بكذا جيم. هيك بالنسبة لجميع التحديات الخاصة بالسكين، بتمنى تكونوا استفدتوا وعرفتوا كيف رح تساوي التحديات، وبرجع بقلكم لو محتاجين اي شيء اكتبوا لي بالتعليقات، ولو بدكم الديسكورد موجود فوتوا كلموني بساعدكم باي شيء بدكم اياه. كود دعم بلاقيتم شوب بريموت ساعة وبرعاية الله.